او بدايه الانرجي ليفل زي ما انت قلتيهم، دول عباره عن 7 انرجي ليفلز موجودين حول النيوكليس. يعني النيوكليس اهي جواها البروتونز وجواها النيوترينز. بصي، لما تقفي في حاجه ما فهمهاش وقفيني، ما تخلينيش اشرح كتير وانت مش فاهمه. انا عندي اول واحد ده الكي، الافتر بتاعه الاي ام ان او بي كيو وهكذا. كل واحد من الانرجي ليفلز ده ليه عدد او نمبرز اوف الكترونز ما يقدرش يستحمل اكتر من كده. ليه رول او قاعده بقدر اجيب بيه عدد او ذا نمبر اوف الكترونز. القاعده دي بتقول 2 ان باور 2. طب ايه الان دي؟ قال لك الان دي النمبر of energy level. يعني ايه النمبر بتاع الانرجي ليفل؟ يعني يا مس الكي ده نمبر 1، ال ده نمبر 2 3 4 5 6 7. يعني انا لو عايزه اعرف الكي تقدر تستحمل كم الكترون يا ياسمين، اقول ان دي عباره عن 2 تايمز ان باور 2. طب ال ان دي هعمل سبستيتيوشنز او اعوض عنها بكام؟ برقم الكي، رقم الكي 1 يبقى 2 تايمز 1 باور 2. اخذت الباور في جريد 6 وهتاخديه في الماث في جروب 1، 1 باور 2 يعني 1 تايمز 1، 1 تايمز 2 ايكوال 2. يبقى كده انا عرفت ان الكي يا ياسمين ما تقدرش تستحمل جواها غير 2 الكترونز اونلي، 2 الكترونز اونلي فقط. طب ال ال بقى اوكي نمبرها 2، يبقى عبارة عن 2 تايمز 2 باور 2. 2 تايمز 2 باور 2 يعني معناها 2 تايمز 2 ايكوال 4، يبقى تقدر تستحمل 8 الكترونز. طب الام 2 تايمز 3 باور 2، 2 تايمز 3 باور 2 معناها 3 تايمز 3 ايكوال 9، 2 تايمز 9 ايكوال 18. الان 2 تايمز 4 باور 2، 2 تايمز 4 باور 2 معناها 4 تايمز 4 ايكوال 16، 16 تايمز 2 ايكوال 32. طب كي ال ام ان لغايه هنا يا ياسمين الرول ده بيطبق. طب بعد كده او بي وكيو؟ قال لك لا. ليه؟ قال لك الاتوم مش بتبقى ستيبل. What is the meaning of the stables؟ ستيبلز معناها مستقرة. الأتوم في الفترة دي مش بتبقى كويسة، مش بتبقى مستقرة. ليه؟ لأن الإلكترونز دي بتدي الأتوم إنرجي. كل ما زادت عدد الإلكترونز دي في الأتوم، كل ما الأتوم يا ياسمين كان عندها إنرجي كبيرة أوي. فلما يكون عندها إنرجي كبيرة أوي بتبقى مش مستقرة، ما بقدرش أعمل أبلايد أو مش بقدر أطبق القانون اللي بيقول أو الماثماتيكال ريليشن اللي أنا بقدر أجيب منها the number of electrons for every energy level اللي هو 2 n power 2. ما بقدرش أطبقه غير على أول 4 energy level. يبقى دلوقتي يا ياسمين أنت عرفتي إن ال k energy level كان يقدر يشيل جواه 2. طب ال l 8 electrons، طب ال m 18، طب ال n 32. لغاية هنا عندك مشكلة؟ لا لا تمام. تعالي بقى نشوف حاجة. في حاجة اسمها الكونفيجوريشن. يعني ايه الكونفيجوريشن؟ يعني انا هديكي مثلا الاليمنت ده، عارفة الاليمنت ده حافظاه؟ ال طب ثانية الاليمنت ده اللي هو الصوديوم، اسمه ايه؟ صوديوم. صوديوم. طب المفروض ان هي شرحت لك كمان ايه النمبر اللي فوق واللي تحت. اللي فوق، لا اللي تحت، اللي تحت الاتوميك نمبر، تمام، اتوميك نمبر. واللي فوق الماس نمبر. الماس نمبر. تمام. طب في حاجة تانية، الاتوميك نمبر ده بيساوي عندي حاجتين،
ال number of protons وال تمام neutrons. تمام number of protons and number of electrons, that's right. طب ال mass number equal A equal what؟ ال mass number ال energy level. لا no. بيساوي حاجة بلس حاجة. مش احنا لسه قايلين ان الماس بتاع الاتوم concentrated at nucleus؟ طب ايه اللي جوه يبقى النيوكليوس؟ البروتون والنيوترون. برافو، يبقى البروتونز مع النيوترين. البروتونز مع ايه؟ النيوترين. تمام النيوترون تمام. تمام ايه هو الكونفيجوريشن بقى؟ ان انا باخد الاتوميك نمبر ده اللي هو يعتبر the number of electrons وبعمل له distribution. يعني ايه بعمل له distribution؟ يعني بكتب كده ان ال NAD اللي هي عبارة عن 11 بعمل لها circle كده، بكتب جواها ان هي عندها بوزيتيف بي، يعني بوزيتيف 11 بروتونز. جبتهم منين؟ النمبر ده بيديني نمبر اوف بروتونز. بوزيتيف نيجاتيف عدد النيوترينز، اقدر اجيب ذا نمبر اوف نيوترينز. النيوترين تقدري؟ تقدري منين؟ نعمل نعمل ايه؟ دايرة حوالين النوكلوس ونقسمها. لا 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 لا، انا عايزه نمبر اوف نيوتريان الاول. اقول لك، مش ده عندك 23؟ طب عندك عدد البروتونز ولا لا؟ 11. البروتونز عندي 11. طب تقدري كده تجيب نيوتريان؟ 23 ماينس 11 صح ولا لا؟ 12. 12. يبقى عدد النيوتريانز عندك ايكوال كام؟ 12. لغايه هنا في مشكله؟ ده اللي جوه النيوكليوس. تعالي بقى تمام. نعمل بقى الكونفيجوريشن. ممكن تعملي كده يا ياسمين؟ أول حاجة 2. ايوه، الكي جواها 2 الكترونز، اتبقى ال كام من ال 11؟ 9. 9. احط ال 9 كلهم؟ لا مش لا، هتقدر، هي اخرها 8. اخرها 8، يبقى احط 8. طب وبعد كده؟ هنحط 1. تمام، that's right. لغاية هنا في مشكلة عندك؟ لا لا طب قولي لي بقى، لو أنا عندي الـ MG مغنيسيوم 12 هتعمليها إزاي؟ ال بس هو مش عاطيني البروتونز كام. ما أنا مش م... أنا لما بعمل الكونفيجوريشن مش محتاجة غير نمبر أوف أتوميك نمبر، عشان هو ده اللي أنا بوزع منه. في الرسمة دي لو أنا هكتب النيوكليوس أنا هحتاج هو 24، فهي 12 و12. لو انا هعمل النيوكليوس فانا محتاجاه، لو انا هكتب ام جي 12 كده خلاص انا مش محتاجه عدد النيوترين. معلش اتلخبطت. لا ولا يهمك حبيبتي، اللي اقفي انت هنا علشان تسالي مش عشان تقولي معلهاش. لا، ما تقوليش معلهاش دي تاني. تمام، انت تمام. منين يا ياسمين؟ من القاهره نفسها؟ لا لا من بني سويف. انت جنبينا هنا يعني، صعايده زينا اي يعني. ماشي اي ماشي، وانا من سوهاج. تبارك سويف بحضرتك. اهلا يا حبيبتي، يلا بقى قولي لي الكي هتبقى كام؟ الكي هتبقى تو تمام، والال؟ تو برضه. لا ازاي؟ انا عندي 12 اخدت منهم 2، ايوه اتبقى كام؟ 10. بقى تاني، وهنحط تو تاني وبعدين نحط ايت. طب وليه ما نحطش ليه هنا 8؟ هتقول لا؟ مش عارفة كده جت في دماغي. لا لا، مش هتقول لا، هي تقدر تستحمل لغاية 8 صح؟ يبقى هتحطي 2 8. انت كده عملتي كام؟ 10. اتبقى عندك كام؟ 2. ما يقدرش الالكترونز يروح هنا غير لو ده خلاص حصل له ساتيوريتد. يعني ايه ساتيوريتد؟ يعني تشبع، ما يقدرش يشيل اكتر عن كده، ما يقدرش يروح المستوى الهاي، لان ده انرجي ليفل بتاعه عالي. يعني الام ده الانرجي هنا كبيرة قوي، ما يقدرش الالكترون يسيب الانرجي المنخفضة ويروح للانرجي المرتفعة غير لو هو اكتسب طاقة. يكتسبها امتى؟ لما الانرجي ده كله يتملي. تمام، يبقى ما اقدرش التو تمام دي تسيب هنا غير لما ده يكتمل. تمام، طب لو عندك تمام ده سي ال 17 الأول هنحط
2 تو بعدها 8 اوكي ادي اي تي ادي 10 بعدها نحط 7. تمام. هنا لغاية هنا مفيش مشكلة. تعالي بقى نشوف الإليمنت اللي فيه مشكلة. الإليمنت بقى اللي هو فيه مشكلة ده CA 20. تعالي بقى أنا وإنتي نعمل كونفيجوريشن لل CA أهو K2. هتقولي لي إيه؟ 8. كده عندك كام؟ 10 10. طب اللي بعده كده M صح؟ لما إحنا جينا نجيب ال M تقدر تستحمل كام؟ قلنا إن ال M تقدر تستحمل 18 صحيح؟ لأن 2 تايمز 3 باور 2 ايكوال 18. طب يا ميس أنا كده خدت 10 من ال 20، يبقى يتفضل 10 هحطها هنا. مش أنت كنت هتعملي كده؟ لا بس هي كلهم مش ما يقدروا يستحملوا 8، آه فقلت بالظبط 8. كده، هما كلهم يقدروا يستحملوا 8. فأنا دي عندي 8 ويتبقى عندك بقى إيه؟ 2. تمام؟ ده الوحيد تمام. اللي ممكن يقابلك فيه مشكلة إن هي تبقى 2882. لغاية هنا في مشكلة عندك؟ لا لا لا، كده الاسم الأول كده انتهى. تمام. تمام؟ طب أنا كده هرجع أعمل لك شير بقى لكتاب المعاصر، هو نزل النهاردة. نزل نزل النهاردة. النهاردة نزل والناس صورته اهو، وأنا ممكن أبعت لك البي دي إف بتاعه برضه على التليجرام. تمام ماشي تمام؟ ماشي، هبعت لك إن شاء الله البي دي إف بتاعه على التليجرام. ده ليسون 1 أهو كله بالكونفيجوريشنز بتاعه كل حاجه. تعالي بقى بصي يا ستي، انت دلوقتي ده اسمه attempts to classify elements. attempts يعني محاولات تصنيف العناصر. انت عندك دلوقتي الدولاب بتاعك يا ياسمين، هل انت حاطه كل الكلوزز بتاعتك والهدوم بتاعتك في مكان واحد، ولا انت عامله كلاسيفاي او عامله لكل مكان عندك شلف او رف؟ عندك مثلا البنطلونات لوحدها، التيشيرت لوحدها، السكيرت، الجيبه لوحدها، والهدوم الداخليه لوحدها. مش انت عامله كده عندك في الدولاب بتاعك؟ تمام. الاليمنتس دي كمان الساينتست او العلماء اللي بيتعاملوا معانا قرروا انهم هم اتنين يعملوا لها كلاسيفاي. يعني ايه كلاسيفاي؟ يعني مس يصنفوها، يقسموها طبقا لصفات مشتركه ما بينها وما بين بعضها. طب ليه يا مس عملوا كده؟ احنا بنعمل كده في الدولاب بتاعنا علشان الدولاب بتاعنا يبقى سهل وانا خارج، او سهل وانا محتاج اجيب الهدوم بتاعتي، سهل عليا ان انا اشد بقى التيشيرت بتاعي، اشد البنطلون بتاعي اللي انا عايزاه، خلاص بيبقى من السهل عليا ان انا استعمل او اتعامل مع الهدوم. نفس الفكره ان الساينتست دول عملوا ميد مالتيبل اتمبتس، عملوا محاولات كتيره تو كلاسيفاي اليمنت. واي؟ قال لك تو فاسيليت يعني علشان يسهلوا زير ستادي، علشان يسهلوا الدراسه بتاعت العناصر دي. بس كده؟ قال لك لا. And conclude relationship between the elements and their physical and chemical properties. وكمان يا مس انا مثلا بلاقي اللون البني بيليق قوي على الاورنج، او اللون البني مثلا بيليق عندي على لون معين انا بحب البسه معاه، ففي relationship مثلا عندي ما بين الالوان وبعضها. نفس الفكره في relationships او في علاقات ما بين الالمنتس وبعضها. يبقى هما عملوا كلاسيفاي تو فاسيليت ذا ستادي اند كونكلود، وعشان يستنتجوا الريليشن شيب ما بين الاليمنت وبعضها. كان عندي 3 اتمبتس رئيسيه، كان عندي كتير بس احنا هناخد الاساسيين. اول واحده اسمها المندليفز بريودك تيبل، وده اسم العالم اللي عملها. الثانيه موزلي بريودك تيبل. نمبر 3 المودرن بريودك تيبل اللي احنا لغايه دلوقتي بنتعامل معاه. طب أول واحدة ده مندليف. مندليف
اول الفيرست بيريودك تيبل. يعني يا ياسمين هيجي لك سؤال في الاكزام ويقول لك the first true periodic table for classifying elements for نقط، كان لمين؟ كان لمندليف. طب دي يعني نبذة مختصرة عن مندليف، إنه هو عالم روسي بدأ في نشر الاليمنتس بتاعته او التمبتس بتاعته في 1869. بعد ما توفى كرموه، عملوا له اونرد بعد ما توفى ب 48 years، واطلقوا اسمه على اليمنت اكتشف سموه مندليفيوم. طب هل الجزء ده جزء انا هذاكره؟ نو، ده جزء اسرائي. يعني ايه اسرائي؟ مجرد ان انا ايه يعني معرفه مش اكتر. طب تعالى بقى نشوف مندليف عمل ايه من اول هنا بقى. مندليف arrange، arrange يعني رتب، رتب الاليمنتس in his table in ascending order. ascending order يعني ترتيب تصاعدي. يعني ايه what is the meaning of تصاعدي؟ يعني من ال smallest لل greatest، من الصغير عندي للكبير. طب بايه يعني؟ من اللون بتاعهم ولا من السايز ولا طبقا لايه رتبهم مثلا؟ قال لك لا، according to their atomic masses. atomic masses يعني النمبر بتاع البروتونز مع النمبر بتاع الالكترونز. بس هقول لك على حاجه، هما ما كانوش يعرفوا في عهد مندليف للاتوميك نمبر، ولا كانوا يعرفوا البروتونز ولا النيوترونز. صحيح، امال انت بتقولي ليه كده؟ الاتوميك ماسز هما مجرد ان كانوا يجيبوا الاتوم ويعملوا لها ويت يعني يوزنوها، ودي كانت سهله. احنا بعد كده بقى عرفوا ان الاتوم دي جواها البروتونز والنيوترونز، علشان كده قلنا بعد كده ان الاتوميك ماسس هي ايكوال البروتونز نمبر اوف بروتونز بلس نمبر اوف نيوترينز. يبقى هو كان بيعمل ايه يا ياسمين؟ كان بيجيب الويت او يوزن عندي الاتوم. بس ده الكلام ده مش منطقي. احنا في اول ليسون كنا بنقول ان الاتومز دي صغيره جدا 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 جدا، احنا اصلا مش بنقدر نشوفها بالنيكد ايز بعينينا. صحيح، بس لو انا جبت مجموعه من الاتوم كونت عندي المولكولز، اقدر اقول ان المولكولز ده مثلا ويت كذا، وبعد كده اعمله ديفايدد، اقدر اقسمه واعرف الاتوم الواحده الاتوميك ماسس بتاعتها قد ايه. بس مندليف ده كان عنده مشكله. ايه المشكله بتاعته؟ بص يا مس، كان عامل زي الولاد. الولاد عندنا ممكن ماما تطلب منهم انهم يطبقوا الهدوم، بس بصي يحط البنطلونات على التيشيرتات على الهدوم الفانلات وهكذا، بيلخبطوا بيطبقوهم بس يحطوهم ايه، مش كل واحد مش تبع الفئه بتاعته. مندليف كان عنده نفس المشكله، كان عنده الترتيب بتاعه كان regular pattern not regular pattern. يعني ايه not regular pattern؟ يعني ترتيب بدون انتظام او تنظيم. بقول لك لو انا جيت قلت لك 2 4 6 8 10، انت عرفت الباترن اللي انا بمشي بيها ولا لا؟ اه، انت بتعملي سكيب 2. طب لو قلت لك 5 10 15 20، انت بتعملي ايه ميس؟ انت بتعملي سكيب باي 5، يعني بتنط ب 5. اوكي، طب امال مندليف كان بيعمل ايه؟ قال لي without يعني بدون. يعني مثلا كان بيجي يرتب كده، ده مثلا الليثيوم عندي 3، جه بعديه البورون 4، جه بعديه السي 6. المفروض انه يجي هنا حاجه 5، لا هو ما كانش لاقيها، ما كانش لسه اكتشف ال5 ده. فهو لما جه يرتب كان عنده ديس اوردر. يعني ايه ديس اوردر؟ خلل. كان عنده ترتيب without regular pattern أو without consistent gradation. الترتيب بتاعه ما كانش منطقي، إزاي الفور يجي بعديها 6 وهنا عندك من 3 ل 4 المفروض في النص في 5؟ فده كان العيب الوحيد اللي عندي. مين هو؟ فيك أكتر من عيب، بس ده العيب اللي مذكور عندنا في منهج أولى إعدادي. طب كان بيتحرك منين؟ كان بيرتب التيبل بتاعه منين؟ كان بيرتبه من الليفت للرايت، يعني كان ماشي كده، ادي الليفت ده زي ما بنكتب انجلش وبيرتب كده 2 مثلا 3 4 5 6، كان ماشي من الليفت للرايت. هوريزونتال رو، السطر ده لما بمشي فيه كده هسميه رو، وبعد شويه هسميه بيريود.
which later were called periods. يبقى أول حاجة تعرفيها في مندليف إن arrange ال element in ascending order according to طبقا لي، مش لونها ولا السايز بتاعها، لا طبقا للاتوميك ماس. ايه العيب اللي كان عنده؟ الارنج ده without consistent radiation او without regular pattern، من غير تنظيم، وكان بيتحرك من الليفت للرايت الهوريزونتال رو، والرو ده بعد فترة هسميه انا بيريود في التيبلز اللي جاي. طب عمل حاجات تانية؟ قال لي اه، مندليف discovered the properties of elements repeated. properties of element يعني خصائص العنصر، كل انسان فينا ليه البروبرتي بتاعته. هقول ياسمين بنوته هاديه كيوته، طب يبقى البروبرتيز بتاعت الليثيوم، اه ده الليثيوم بعد كده هنعرف ان هو ميتالز، ده ال ان ايه ده هعرف بعد شويه ان هو مور اكتيف، بيتفاعل جدا مع الاكسجين. طب لقي ان كل ما بيبدا بيريود عنده او رو جديد، كل ما الاليمنتس اللي جايه ورا بعضها دي عندها نفس البروبرتيز. لقي ان البروبرتيز ريبيتد، ريبيتد يعني بتتكرر every period، كل بيريود بتتكرر نفس البروبرتيز بتاعته. لغايه هنا عندك مشكله مع مندليف؟ هو حوار الآخر اللي آخر حاجة انتي قلتيها دلوقتي. تمام. بصي يا ستي، انا رتب كده الاليمنت في الرو او البريود دي، السطر ده بصي ده اسمه رو، رو يعني سطر، وبعد شويه انا هسميه بريود، بريود يعني فتره. تمام. اول مكان يرتب لي الليثيوم والبريليوم والبورون، بص الترتيب الغير منطقي او الريجولار باترن، المفروض بعد السيفن يجي 8، هو جاب مين؟ 9.4. طب المفروض لو هو زود هنا 2.4 صح؟ ما بين ال 7 وال 9.4 2.4، المفروض الرقم اللي يجي هنا يبقى كام؟ 2 و 9 11 و 4 8، المفروض يبقى 11.8. هو كان عنده مين؟ 11. فأول حاجة ده الريجولار الـ without regular pattern أو الشكل اللي عنده كان غير متداول. تعالي بقى نشوف الجزء اللي أنتِ بتقوليه ده. discover يعني هو اكتشف ان صفات الانيمنت كانت بتتكرر كل بريود with the start of each new row. يعني ايه؟ يعني ادي اول رو كل العناصر اللي جواه كان عندها بروبرتيز بتتكرر، يعني الليثيوم عنده بروبرتيز اتكررت عند البريليوم واتكررت عند البور. لو الليثيوم ده ميتال، وهنعرف بعد شوية يعني ايه ميتال، يبقى البريليوم ميتال والبورون ميتال. طب نزل تحت جاب البريود نمبر 2، لقي برضه الصفات اللي عند الصوديوم هي نفس صفات المغنيسيوم، هي نفس صفات الالومنيوم. فهمتيها كده؟ فهمتي يعني ايه البروبرتيز بتاعت الاليمنت ريبيتد بريديكلي؟ ريبيتد بريديكلي يعني كل بريود بتتكرر نفس الصفة بتاعت الاليمنت الاول. تمام؟ تمام. انا مش عايزاكي تعرفي اكتر عن كده في مندليف كده، ندخل بقى في موزلي. يعني الحاجات دي أصلاً مش لازم تتحفظ أو تتذاكر كويس جداً جداً يعني؟ لا انت المفروض انك انت مثلا هتجيبي نوت عندك في البيت او مثلا المعاصر لما تيجي تعملي ماركر، فتعملي ماركر مثلا ان مندليف الرينج اليمنت، تعملي ماركر على اسندنج، تعملي ماركر على اتوميك ماس. تمام. تعملي ماركر انه يتحرك من ليفت للرايت، بس كده تعرفي الحاجات دي كده بس. واحنا اصلا مع اصدقائك في الجروب هنحل المعاصم، الاسئله الرئيسيه زي ساينتفك تيرم و تشوز، وهتاخدي واجب صح وغلط وهيتصحح. فمن كتر ما احنا هنحل مع بعض الحاجه هتثبت باذن الله في دماغك، بس اهم حاجه الفهم. تمام. تمام. تعالي بقى نشوف موزلي. موزلي ده بقى عمل ايه؟ قال لي بقى قبل ما ابدا في موزلي انا كان عندي عالم اسمه راذرفورد. راذرفورد طب ماله؟ قال لي ده اللي ياسمين لسه كانت بتقول للمس ان هو اول واحد عمل الموديل او عمل نموذج الاتوم، صحيح. وهو اول واحد برضه discovered that the nucleus of an atom contain positively charged protons.
يبقى اول واحد اكتشف البروتينز هو رازرفورد. بعد كده هو اول واحد برضو عمل مين الموديل بتاع الاتومز. موزلي لما رازرفورد قابله اكتشف البروتينز، قدر يعرف ان البروباريتيز او الصفات بتاعت كل اليمنت يا ياسمين مش معتمده زي ما مندليف قال ورتب البريودك تيبل بتاعه على الاتوميك ماس. لا، ده ملهاش دعوه بالاتوميك ماس او بالكتله بتاعه الاتوم. ده الكلام ده بتاع مندليف كان خطا جدا. امال ليها دعوه بمين الموزلي او ليها علاقه بايه؟ قال لك ده ليها علاقه بالاتوميك نمبر. الاتوميك نمبر ده اللي هو نمبر اوف بروتونز ونمبر اوف الكترونز والرقم اللي بيتكتب في الجزء السفلي. يبقى موزلي اكتشف ان البريودسيتي، بريودسيتي يعني تكرار الصفات اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه عند مندليف، ان الاليمنت في اول بريود بعد كده كل الاليمنتس اللي جايه وراه بتبقى شبه ماله. البروباريتيز دي از ريليتد تو ذير اتوميك نمبر، ليها علاقه بالاتوميك نمبر وليس بالاتوميك ماس زي ما قال مندليف. ده في مشكله عندك هنا؟ يعني الحاجات المتكررة دي هتكون في الاتوميك نمبر بس. اه، الاتوميك نمبر ده هو عدد الالكترونات، صح كده؟ مش انت تعرفي كده؟ مش الاتوميك نمبر ده هو نمبر اوف الكترون؟ قدام شويه هنعرف ان الاليمنتس دي مثلا زي ال Na والكلور Cl لما يجوا يعملوا رياكت مع بعضهم مش بيعملوا رياكت مع بعض او يتفاعلوا مع بعض غير مع الالكترونز بس. الالكترونز هي اللي بتحدد مين يعمل رياكت مع مين. يبقى صفات العناصر عندي بتعتمد فقط على الاتوميك نمبر وليس الاتوميك ماس. انا ماليش دعوة او الوزن او الماس، الكتلة بتاعت العنصر مش بتحدد ابدا نوع لنوع العنصر ولا تفاعله ولا تفاعله مع اي اليمنت قبل كده او بعد كده. لا، مندليف كان خاطئ جدا لما جه يرتب الاليمنتس بتاعته ورتبها على الاتوميك ماس، بس هو كان غصب عنه، ما حدش لسه كان اكتشف البروتونز. تمام تمام. تمام طب جيت عملت ايه يا موزلي؟ قال لي خلاص، ما انا عرفت بقى، جيت بقى ادركت خطأ مندليف ورتبت الاليمنتس بتاعتي ascending برضو بس المرة دي طبقا للاتوميك نمبر. في اي مشكلة هنا؟ لا طب قال لي الاتوميك نمبر دي of each element exists، يعني بتزيد كل element بيزيد عن الاتوميك نمبر of preceding، preceding يعني السابق ليه، in the same period by one. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا قلت ال اي، ال اي ده 3، يجي بعديه البريليوم يبقى 4، يجي بعديه البورون يبقى 5، يجي بعديه السي كاربون 6، يجي بعديه ال ان نيتروجين 7، يجي بعديه الاكسجين 8، يجي بعديه الفلور 9، يجي بعديه النيون اي ان اي النيون 10. كل اليمنت بيزيد عن الاليمنت البريسيدنج السابق ليه بمقدار 1. البريليوم بيزيد عن النيسيوم ب1، البورون يزيد عن البريليوم ب1، كاربون يزيد عن البورون ب1، وهكذا وهكذا. فهمت السطر ده؟ تمام. تمام. عملت ايه كمان يا مزلي غير انك انت عملت ارينج للاتوميك للتيبل طبقا للاتوميك نمبر؟ قال لي انا عملت ادد عندي جروب اسمه الانرت جاز، والانرت جاز دول الغازات الكتلانين او اسمهم الغازات الخاملين او الغاز الخامل. تمام. واسمهم كمان بعد شويه هنقول عليهم النوبلز جاز. يبقى كلمه نوبلز جاز هي الانرت جاز. اخر لاست تيبل جاز، اخر واحد ده كده الجروب ده اسمه انرت جاز. يعني ايه انرت جاز؟ شويه غازات كاملين او كتالة
او مش بيعملوا رياكتد او مش بيعملوا رياكشن تفاعلات مع اي اليمنتس كتير. مين اللي عمل لهم اد او مين اللي اكتشفهم او مين اللي اضافهم البريودك تيبل؟ هو مين؟ هو مسلم. في مشكلة عندك في كده؟ لا تمام. يبقى موزلي عمل أكتر من حاجة. موزلي arrange ال elements ascending according to atomic number. طب كل element كان exist ال atomic number ال preceding اللي قبله ب1. هو add ال inert gas. ايه كمان؟ قال لي هو add other element، يعني ضاف بعض من ال element اللي discovered after Mendeleev. بصي معلومة من بره الكتاب، مندليف كان عنده 76 element بس، 76 element بس. المودرن بريودك تيبل اللي احنا هنتكلم عنه وللغاية دلوقتي احنا بنستعمله كان فيه 118. ما بين موزلي، ما بين مندليف وما بين موزلي كان فيه شوية عناصر اكتشفت، فموزلي راح عامل لها ادد للتيبل. في مشكلة عندك في موزلي؟ لا تمام. تعالي بقى نروح للمودرن بريودك تيبل او الجدول الدوري الحديث. ماله؟ قال لي بص يا ميس، ده بقى اخر ابديت. اخدت الكاتنج ايدج في السنه اللي فاتت في سنه 6 في الاي سي تي، وكنا بنقول ان الكاتنج ايدج دي ده اخر اصدار وده اخر اديشن بقى من المودرن من البريودك تيبل. العلماء حطوا كل الانفورميشن والداتا اللي يعرفوها جوه المودرن بريودك تيبل. طب هما كانوا عارفين ان موزلي كان كويس جدا انه طبق الاتوميك نمبر او ارينج طبقا للاتوميك نمبر، تمام؟ اضافوا اضافه واحده بس، اضافه واحده بس على موزلي. ايه هي؟ قال لي ذا ميثود، ميثود يعني طريقه ملء الانرجي سب ليفل ويز الكترونز. تعالي نفهم بالراحه، انت تعرفي ان انت عندك الانرجي ليفل اللي هم السيفن، الكي والال والام والان والاو والبي والكيو، صح كده؟ فاضل اقل عن أو 1 بس لما يفصل النت تخشي تاني على نفس اللينك. كل واحد من دول يا ياسمين يا بابا هو اربع او فور سب انرجي ليفل. سب انرجي ليفل يعني فرع، فروع يعني جواه فروع طاقه. كل واحد جواه اربع افرع، فور برانش، اسمهم اس وبي ودي واف. هتدرسيهم بالتفصيل الممل ان شاء الله في كيمياء تانية سنه. يبقى كل واحد من دول من المين انرجي ليفل جواه سب ليفل يعني افرع للطاقه. الجماعه الساينتست رتبوا المودرن بريودك تيبل طبقا على حاجتين، الاتوميك نمبر اللي موزلي رتب عليها وزودوا عليهم ميثود اوف بريودك تيبل. دلوقتي زود على تطبيق الموزلي حاجه تانية، زود طبقا لمل السب ليفل. وقلنا السب ليفلز دول عباره عن افرع وهو كل مين ليفل من الكي والام والان، كل واحد من دول دي فور اس وبي ودي اف، وقلنا هنشرحهم بالتفصيل باذن الله في ثانيه ثانوي. تمام يا ياسمين؟ لغايه هنا عندك مشكله؟ لا لا تمام. تعالي بقى نشوف معلومات عن هنا عمل سمرايز او عمل تلخيص للفرق ما بين مندليف وموزلي والمودرن بريودك تيبل. يعني قال لك مندليف رتب طبقا للاتوميك ماس، موزلي الاتوميك نمبر، المودرن بريودك تيبل الاتوميك نمبر بتاعت موزلي وزود عليها طريقه ملء مين السب ليفل. فسمرايز حلو. تعالى بقى ناخد او نعرف او نعيش بقى مع البريودك تيبل فتره حلوه كده. وانا عايزه اقول لك ان المعاصر منزل شيتس او لوحه جميله جدا للبريودك تيبل، يعني يشكر عليها صراحه. اول حاجه انت لازم تعرفي ان انا عندي جوه لو عدينا الكاردز دي هنلاقيها 118 element. يبقى دي معلومة أنا لازم أعرفها، إن المودرن بريودك تيبلز هاف 118 elements. طب كمان أنا لازم أعرف إن المودرن بريودك تيبل بيتقسم ل 7 periods
and 18 groups. تعالي نعرف فين البيريدز وفين الجروبس. وانا ماشي كده يا ياسمين هوريزنتال يعني افقي، فده بيريود، ادي 1 2 3 4 5 6 7. يبقى انا عندي 7 بيريود. طب هتقولي لي في اتنين من تحت اهم. لا، لو انت لاحظتي ان ده عندي 58، المفروض بعد 57 يجي هنا، بس الجو لما لقيوا انهم هيحطوا الاليمنتس دي هنا اهو، التيبل هيتلخبط، ففضلوا انهم ينزلوا العناصر دي كلها متشابهه في البروبرتيز، حطوهم مع بعض عشان التيبل يتظبط. فالمفروض ان 57 دي وراها 58 59 60 وهكذا. المفروض ان الاليمنتس دي هنا وده 89، المفروض وراه 90 اهي، فالعناصر دي المفروض هنا، فهم 7 بيريود اونلي. تمام يا ياسمين؟ تمام. طب فين ال 18 جروب؟ الجروب بقى وانا واقف كده، ادي 1 كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، كملي 13 14 15 16 17 18. يبقى وانت ماشيه لتحت كده اسمه جروب، وانت ماشيه كده اسمه ايه؟ بيريود. عندك 7 بيريود وعندنا 18 ايه؟ 18 جروبس. الثلاث معلومات ان هم 118 و7 بيريودز و18 جروبس فيهم مشكله دلوقتي؟ لا لا تمام. قسموا بقى المودرن بيريودك تيبلز ده لفور بلوكس، بلوكس يعني مجموعه. اسمهم ايه؟ اسمهم اس بلوك، بي بلوك، دي بلوك، واف بلوك. تعالي نعرف كل واحد فيه وخصائصه، تعرفي كل واحد موجود فين في التيبل والخصائص او البروبرتيز بتاعت الاليمنتس بتاعته. اول واحد الاس موجود فين يا اس؟ قال لي انا اول بلوك على الليفت، ليفت يعني وانت بتكتبي بالانجليزي. يبقى الاس بلوك اول جروب اهو، ده اسمه الاس بلوك. طب تمام، موجود فين في التيبل؟ في الليفت سايد. بتتكون من كام جروب؟ من تو جروب، تو جروب، 1 A جروب و 2 A جروب. الجروب بتاعه بيتميز بليتر A، بنقول 1 A و 2 A. ماشي يا ياسمين؟ تمام. كل 2 جروب وكلها بتبدأ بليتر A، بنقول 1 A و 2 A. والجروب 1 A ده، الجروب 1 A يعني أول واحد ده ماله بقى؟ قال لي all metals، كلهم metals ما عدا الهيدروجين. طب تعالى انا اقول لك يعني ايه كلهم metals. الميتالز دول يا ياسمين لما باجي اعمل له configuration لازم الالكترونز بتاعته تكون يا اما 1 او 2 او 3، يعني less than 4. طب تعالي ناخد اي واحد من دول ونعمل له configuration. تعالي ناخد كي هي اللي هو البوتاسيوم. تعالي نعمل له كونفيجوريشن انا وانت، الكي 2، ال 8، ادي 2 8، ادي كام؟ 10. ال 8 يبقى ادي 18، ال ال كام؟ 1، صح كده؟ يبقى ال ال ده الاوتر موست. يعني ايه الاوتر موست؟ اخر انرجي ليفل لازم يكون فيه 1، وانا قلت الميتال لازم يكون فيها 1 او 2 او 3 في اخر واحد. طب تعالي ناخد الام جي، ام جي 12، تعالي نعمل له كونفيجريشن، ادي كي تاخد 2، ادي ال 8، ادي 10، تبقى ام تاخد كام؟ 2، يبقى برضه اقل عن 4، يبقى ده برضه ايه؟ ميتال. طب تعالي ناخد ال ان اي اهو، 2 8 1، برضه اقل عن مين؟ اقل يا ميس عن 4. يبقى الميتالز دول بيبقى كلهم اخر واحد فيهم يا اما 1 يا اما 2 يا اما 3، علشان كده بقول عليهم ايه؟ ميتالز. بقول عليهم ايه يا ياسمين؟ ميتالز. متى فهمت يعني ايه ميتالز؟ كلهم
ميتالز في جروب 1A ما عدا الهيدروجين. الهيدروجين ده غاز، غاز وهو من النون ميتالز. طب ليه جابوهم معاهم؟ لانه يا مس يا ياسمين لسبب بسيط واحد، هو مش عنده غير 1 الكترونز، فهو بداية التيبل اصلا، هو بداية ايه التيبل. يبقى زي يعني اه حضرتك اه اتفضل. حضرتك تقصدي انه الميتالز ده اللي هو تقسيمة الالكترونات؟ اه بالظبط. انا بعرف منين الاليمنت ميتال ولا مش ميتال؟ من خلال اخر الكترونز عندي، اخر الكترونات في الانرجي ليفل من خلالها. لو كانت يا ياسمين اقل عن 4 تبقى اسمها ميتال، كانت مور ذان 4 يبقى يا ياسمين اسمها نون ميتال. اتفقنا؟ اه فهمت. اهو انا هكتبها لك اهو، وكده كده ده مسجل اهو الالكترونز. بس فين الالكترونز؟ في اخر مستوى الالكترونز، ان لاست انرجي ليفل، في اخر واحد. لو كانت يا ياسمين للزاد 4 يبقى ده عبارة عن ايه؟ ميتات اهو 281 كي ال ام، الام في 1، يبقى اقدر اقول عن الصوديوم ايه؟ ميتات. فهمتيها كده؟ اه تمام. هنسميهم اسم يا ياسمين، الجروب ده، الجروب بتاع 1A ده اسميه ايه؟ اسميه الكالاي، الكالاي ميتال. احنا مش عايزينك تعرفي طبعا في تاني اعدادي المنهج القديم اللي احنا لسه ما زلنا بندرسه دلوقتي في تاني اعدادي ده كله مشروح بالتفصيل، بس انتوا مش عندكم، انت عندك بس تعرفي ان هم اسمهم نمبر 1A دول اسمهم الكالاي ميتال. تمام، الكالاي ميتال. طب الالكترون كونفيجوريشن بتاعهم اند بينتهي ب1 الكترون. يعني ايه؟ يعني جيتي لو وزعتي ال ال اي الليثيوم هتلقيه 2 1 علشان هو 3. طب ال 11 2 8 1، طب ال 19 2 8 8 1، كلهم لما تيجي توزعيهم هتلاقيهم ايه؟ بينتهوا ب1، عشان كده بنسميهم 1A، عشان كده بنسميهم 1A. تمام. تمام. طب هو جايب لك عليهم مثال الصوديوم، طبعا انت برضو عندك الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم، ممكن يجي لك منهم واحد. طب احفظ اللي تحت؟ لا، ده اسمه رابيديوم وده سيزيوم وده فرنسيوم. اهم حاجه الثلاثه اللي تعرفي تعملي لهم كونفيجوريشن. انت بعد ال 20 ما تعرفيش تعملي كونفيجوريشن، لغايه ثالثه اعدادي في المنهج القديم محدش بيعمل كونفيجوريشن غير لغايه ال 20. طب تعالي نشوف الجروب الثاني، الجروب الثاني ده اسمه ايه؟ 2A، اسمه ايه؟ 2A. تو ايه طب ماله بقى بيتميز بايه؟ قال لي كلهم ميتال بقى. تمام، يبقى جروب 1A كلهم ميتال اكسبت الهيدروجين. الجروب الثاني كلهم ميتال. طب اسمهم ايه؟ اللي فوق او اول واحد كان اسمه الكالاين. تمام، ثاني واحد برضو اسمه الكالين اس. الكالين اس دي معناها انها معادن بتستخرج من الارض، يعني عشان لازم احفر الارض عشان الاقيها. الكالين ايرث، الكالين ايرث ميتالز. طب الكونفيجريشن بتاعهم اند ويز 2، تعالي كده نعمل كونفيجريشن للبريليوم 4 يبقى 2 2. طب المغنيسيوم ام جي 2 هو 12 يبقى 2 تو 8 ادي ايه ده تو تو ادي 2. طب ال 20 2 8 8 2. تمام يا ياسمين، يبقى كلهم تمام. اند ويز ايه؟ ويز 2، عشان كده يا ياسمين بسميهم 2A. في أي مشكلة حبيبتي لغاية دلوقتي؟ لا لا وجايب لك عليهم مثال المغنيسيوم ام جي 282. تمام؟ تمام تمام؟ تعالي بقى للبي بلوك، والبي بلوك لو أنت رجعتي للتيبل هتلاقيه فين بقى؟ استني دقيقة واحدة بس، أنا كنت منزلة للولاد، كنت منزلة لهم علشان المعاصر جايب الصورة بتاعت البريودك تيبل، لازم أعمل روتيت للملف كله علشان تبقى مظبوطة. أنا كنت منزلة لهم واحدة كنت بشرح لهم عليها وكانت تبقى مظبوطة. ثانية واحدة، طيب. هي أصلا الشاشة وقفت خالص.
معلش انا قفلت الشير كده كويس. اه تمام. تمام، انا بس مش عايزه اقلب الملف كل شويه، فكنت بدور على البيج اللي انا كنت منزله منها. ده البريودك تيبل اهو، احنا خدنا الاس بلوك. تمام، هنيجي ناخد ده البي بلوك بقى، ده كله كده اسمه البي بلوك. موجود فين؟ موجود في الرايت. يبقى الاس في اللفت والبي موجود فين؟ في الرايت. تعالي بقى نشوف المعلومات اللي عليه اهو. تعالي بقى نشوف البي بلوك، ماله بقى البي بلوك؟ قال اول حاجه او اول انفورميشن تعرفها موجود في الرايت سايد بس كده؟ لا، ومتكون من 6 جروب. جروب اهو 1 2 3 4 5 6 ليبلد ويز. ليبلد ويز يعني ليهم اسم ليتر A، يعني ده اقول 3A 4A 5A 6 7A، والجروب الاخير ده جروب الانرت جاز او الغازات الكتلانه، اللي مين اللي عمل له ادد للتيبل تفتكري؟ مين اللي عمل اد الانرت جاز للتيبل؟ مندليف ولا موزلي؟ ايه الواد مين؟ تاني مولزي؟ موزلي اللي هو التاني، برافو عليك، اللي هو موزلي ده. بس ما بقولش عليه زيرو او ما بقولش عليه ايه، لا كلهم بقول 3A 4A 5A 6A 7A ما عدا التاني اخر واحد، بقول عليه زيرو جروب. زيرو جروب، جروب زيرو اللي هو فيه الانرت جاز. يبقى تعرفي البي بلوك موجوده في الرايت، متكونه من 6 جروب كلهم ليبلد ويز ليتر ايه اكسبت ذا لاست باسمه جروب الزيرو. في اي مشكله عندك كده؟ هي اللي بيتسمى اللي هو آخر واحدة زيرو دول، واللي قبلها ما فهمتهمش. بس حاضر، بص يا ستي، دول اسمهم البي بلوك كلهم على بعضهم، ماشي؟ موجودين فين في التيبل؟ في الجزء الرايت. احنا خدنا الاثنين دول كانوا في الليفت، يبقى الجزئيه دول فين؟ في الرايت. الرايت تمام، متكونين من كام جروب؟ من 6، 1 2 3 4 5 6، فهمتي دي؟ طب دول لما كنا بنتكلم عنهم الاس بلوك، مش كنا بنقول اول واحد اسمه 1A وتاني واحد اسمه 2A، صح كده؟ كملي بقى. يبقى ده 3A 4A اهو، 3A 4A 5A 6A 7A، ده ما اقدرش اقول عليه 8A، لا ما بنقولش عليه كده. هم سموه الزيرو جروب او جروب الزيرو. ليه يا عم سميته جروب الزيرو؟ قال لي لانهم شويه جازس مش بيعملوا رياكشن مع اي حد، هم كده خملانين لهم وظائف تانية انا بتعرف عليها بعدين. فالجروب الاخير ده اسمه الجروب الزيرو، فهمت كده؟ فهمت. تمام، تعالي بقى نشوف الجروب ده. هاخد الجروب ده اللي هو 7A، هنتكلم عن ده اللي هو القبل الاخير، هسميه ايه بقى؟ قال لي هسميه بنيوليتيميت جروب، او هسميه اسم بعد شويه الهالوجين. الهالوجين طب ماله ده؟ قال لي اسمه 7A بيفور ذا لاست، قبل الاخير. ماله؟ قال لي كل اللي جواه نون ميتال. طب المس من شويه صغيرين قالت الفرق ما بين الميتال والنون ميتال، تقولي لي الميتال والنون ميتال ايه الفرق ما بينهم؟ هقول ثانية لك. معلش ثانية. قولي. المس الميتال قالت الاول الميتال اخر الكترونات فيهم بتبقى اخرها 1 و 2 او 3. يبقى دول اخر الكترونات، يا 5 يا 6 يا 7. تعالي ناخد اي واحد من دول، ناخد الفلور F9، تعالي نوزعه 2 7، صح كده؟ طب اعملي كونفيجريشن للكلورين اهو، كلورين كلورين سي ام 17، يلا وزعيه 2 2 8 و 7 7.
ليه هما كلهم 7؟ لانهم اصلا اسمهم 7A، اسمهم ايه؟ 7A، فمعنى كده ان اخر انرجي ليفل عندهم فيه 7 الكترونز، عشان كده كلهم نون ميتالز. تمام. طب ليهم اسم بقى، اسمهم ايه؟ هالوجنز. اسمهم ايه؟ هالوجن. هالوجين. هالوجن. طب احنا كده خدنا اكتر من اسم، خدنا A1 اسمه الكالاي، خدنا 2A اسمه الكالين ايرز، خدنا 7A اسمه هيدروجين. طب انا مطالب بده كله؟ اه للاسف، للاسف اه، انت مطالب انك انت تحفظ كله ده. معلش بقى، المشكله انك انت هتحفظي ده كله بالاضافه للجديد اللي هتاخديه مع اصدقائك، بس من بعد ليسون 2 الدنيا هاديه، ما فيهاش كميه الانفورميشن والداتا دي كلها، فانت بس هتقسمي كل ده مش هعرف احفظه، فاكيد هنسى فيه كتير. مش مشكله، مع كتر التكرار وحل الاسئله الدنيا هتبقى تمام، ما تخافيش. تمام. تمام. واحنا اصلا من اول ما بدا، من اول المعاصر ما نزل، هتلاقيني انا وقفت جديد وبدانا نراجع على الدرسين القدام، فده بالنسبه لك فرصه انك انت يبقى عندك فرصه انك انت تذاكري وتحلي معانا، والسؤال اللي يقف معاك في ليسون 1 او 2 نحله مع بعض. اتفقنا؟ تمام. تمام. يبقى الهالوجينز دول او البلوتيميات مالهم؟ الكونفيجريشن بتاعهم اند وال 7، ومتكي عليهم اكزامبل الكلورين سي ال 17 تو 87. طب اخر جروب بقى الكتلانين دول، الزيرو جروب اند دول مس، زي ار نوبل او انرت جاز، الغازات الخامله او الكثانه، كلهم يا مس لما باجي اعمل لهم كونفيجريشن بينتهوا ب8، ما عدا واحد فيهم اللي هو اول واحد الهيليوم، اكسبت الهيليوم هو اللي بينتهي ب2. طب تعالى كده نشوفهم، هما ايه؟ هما هيليوم 2 اهو، اتش اي 2، ان اي نيون 10، اي ار 18، بعديها كريبتون، زايلون، رانديوم، واليونيوم. طب انا هحفظ ده كله؟ لا، خليكي في اول 3، هيليوم، اتش اي، نيون 10، والارجون 18، عشان هما دول اللي تعرفي توزعيهم او تعملي لهم الكونفيجريشن. تعالوا نوزعهم. يعني من بعد يعني من بعد ال20 هم دول اللي أبدأ اللي من أول من بداية الواحد للعشرين هم دول اللي أحفظهم. لا مش تحفظيهم، بصي هو المعاصر جايب اصلا انك انت تحفظي ايه فوق، بس انت تحفظي بالاتوميك نمبر لا كتير عليكي، انت كنت انت هتحفظي بس اللي هيتكرر معانا، زي الهالوجينز مثلا تحفظي الكلورين الفلورين، تحفظي الهيليوم النيون الارجون، بس ما تحفظيش يعني مثلا الفوسفوريس السيليكون، لا مش كله ده هتحفظيه طبعا، انا هعلم لك على تحفظيه اخر سيشن. ماشي تمام ماشي. تمام. تعالي بقى نعمل كونفيجوريشن الهيليوم 2 لان ما فيش غيرها، هو مش عنده غير 2. طب النيون عنده 10 يبقى 2 8، طب الارجون 18 يبقى 2 8. تمام. الثانيه ادي 10 وادي 8 يبقى 18، يبقى كلهم بينتهوا ب8 ما عدا الهيليوم اند ويز 2، لان هو مش عنده غيرها، مش عنده ايه غير 2 الكترونز اول. في اي مشكله عندك في النوبلز جاز؟ لا لا طب هنا بقى بيقول لك في معلومه، البي بلوك اليمنتس، البي بلوك اللي احنا لسه كنا فيها دي كلها نون ميتال، اول نون ميتال whose electron configuration mostly ends with، اهو المس لسه قايل الاول اليمنت كلها بتنتهي يا اما 5 يا اما 6 يا اما 7 الكترون. مديكي مثال على الفوسفورس 15 285، مديكي مثال على النوبلز جاز ان اي كده 10 28، مديكي مثال على الميتال الالومنيوم ال 13 283. طب هو بيقول لك ايه هنا بقى يا ياسمين؟ بيقول لك ان البي بلوك اغلب الحاجات اللي عندها نون ميتال، بس جواها كمان نوبلز جاز وجواها صم ميتالز. جواها ايه يا ياسمين؟ صم ميتالز، يعني عندها 3 حاجات، البي بلوك دي عندها 3 حاجات، عندها نون ميتال وعندها نوبلز جاز وعندها some other metal، بعض العناصر المعدن، metals معناها معدن. معنى ياسمين؟ تمام. عندها حاجة اسمها
ميتالويد. ميتالويد. طب ايه الميتالويدز دول؟ قال لي دول شويه اليمنت ياسمين، هما اللي قدامك تحت دول اللي في التيبل، مالهم؟ بورون، سيليكون، جرمانيوم، ارسنيك، انتوني، والتليريوم. مالهم ال 1 2 3 4 5 6 دول؟ قال لي دول شويه اليمنت cannot be identified، انا مش بقدر اتعرف عليهم، هما ميتال ولا نون ميتال، مش بقدر اتعرف عليهم هما ميتال ولا نون ميتال. ليه؟ قال لي كده هما بيقدروا ياخدوا الكونفيجوريشن 4 4، يعني الاثنين دول 4، انا بقول يا اما لسان 4 يا اما مرزان 4. عندهم يا ياسمين البروباركس بتاعت الميتال والنون ميتال، فوقعوا في النص في التيبل، لا عارفين يقولوا عليهم ميتالز ولا عارفين يقولوا عليهم نون ميتالز. انا هوضح لك اكتر. الميتالز دول المعادن زي البولد، الذهب. الذهب ده بيبقى شايني، يعني ايه شايني؟ بيلمع. طب تمام. النون ميتال، النون ميتال دول زي مثلا يمس البلاستيك، هل البلاستيك بيلمع؟ يبقى نوت شاين. طب نوت شاين. طب عندك الميتال زي الالومنيوم، الالومنيوم ده جود كوندكتور اوف هيت، موصل جيد للكهرباء وللهيت للحراره. عندك النون ميتال زي مثلا النيتروجين، هو باد كوندكتور اوف هيت، باد كوندكتور اوف الكتريسيتي. يعني انا عندي بروبرتيز بتميز الميتال والنون ميتال. طب الميتالويدز؟ قال لك لا، ده انا مش بقدر اعمل لهم ايدنتيفاي، مش بقدر اتعرف عليهم. عندهم البروبرتيز بتاعت الميتال والبروبرتيز بتاعت الميتال النون ميتال، فسموهم يا ياسمين ميتالويدز. ميتالويدز، اتفقنا يا ياسمين؟ تمام. طب يبقى البي بلوك ده في قد ايه جروب، في قد ايه نوع من انواع الاليمنت؟ في 4 انواع، كل النون ميتال موجوده فيه، كل النوبلز جاتس موجوده فيه، some metals بعض المعادن، all metalloids كل الميتالويدز اللي مش بقدر اعرفهم هم ميتال ولا نون ميتال موجودين برضو فين؟ في البي بلوك. لغايه هنا في مشكله معاكي؟ لا لا تمام. عندك بعد كده الدي بلوك اللي هو في النص ده، ده اسمه الدي بلوك، وده سهل ما تعرفيش منه غير ان هو موجود في الميدل في المنتصف ما بين الاس بلوك وما بين البي بلوك، وتعرفي ان كل الاليمنتس اللي جواه ايه؟ ميتال. والمعلومه الثانيه، بصي دي البريود 1 البريود 2 البريود 3، هو بيبدا ستارت ويز بريود 4، بيجن وابير بيبدا في الظهور ان بريود 4، والعناصر اللي جواها اسمها ترانزيشن. ترانزيشن ميتال يعني معادن انتقاليه. يعني ايه انتقاليه؟ هي يعني كده في مرحله ما بين الميتالز الاقوياء وما بين النون ميتالز الضعفاء، فهي حاجه كده بتنتقل ما بينهم. يعني الميتالز عندها هنا عمال يقل 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 لغايه ما يبدا النون ميتالز ان هو ايه؟ يبدا في الظهور. عشان كده سميناهم ترانزيشن. زي مثلا اقول انا